تصبح على خير رجالة. تصبح على خير يا معلمة. تصبح على خير يا باشا. سلام سلام. معلم خاتم. معلم خاتم. سلام عليكم. انت مين يا؟ انا حاول. انا اسمي المعلم داغر. معلش يا معلم، القلم خلاط. عايز ايه يا واد انت مني يا ابو نص لسان انت؟ زي ما انت شايف كده. انا ضليبني السلك. طيب طيب خد. لا حب كده يا معلم، انا سحلان منك. انا كده مش سحات، انا مش بحب الفلوس. تبقى عايز الكيف يعني. ماشي، تبقى حته الغبارة. خد يا واد. انا مش باكل ولا بصلب، مش بصلب. الله، تبقى عايز ايه بقى؟ اسمح يا معلم. انا سمعت عن طيبتك وجت عندك. والله والله انا جاي اقصد المفهومية والسهامة. طيب هنايا وملاضي اكون من خدامك، اشتغل هنا في الحوامة او هناك في الفرن. ياه، ده انت جامع عني معلومات كتير قوي. محبة، والله محبة. واللي يحب واحد لازم ابوسك من كل حتة. اللي يحب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة. وانا حبيتك ومش هسيبك ولا في البوليس. وسك السامح ده. وسك السامح، لا تاخدني وتعمل من اي حاجة. انا بتاعك وبرضه مجدع يعني. طيب خلاص يا ابو نص لسان، تبقى تجيلي على الفرن بقى. ربنا يخليك. لبينا. سلام. سلام يا معلم. ربنا يخليك. ربنا يعلي بيتك. ربنا يخرب بيتك. تعالى. يا محمد، انت بتاخد كام رغيف في اليوم يا؟ يعني ربنا يبعت لي 3 رغيفة، 5 لما اكون كعان. مش اكتر. لا اوعى تكون ايدك طويلة. لا استغفر الله يا معلم تاكل، استغفر الله. انا بيني وبين الحرام ربنا. ما تخافش على الاسم بتاعك. طب روح اشتغل. ربنا يلا اخويا ودانا مطعم الحاج عزت عم صابر. يلا اخويا. اهدى يا سعاده، تعالى يا اخوي. اهدى يا اخويا. ده هو انا كل ما اقول لك هات شيش المعلم تجيبها كده وخلاص؟ اعمل ايه؟ مش عارف تعمل ايه؟ لا لازم تغسلها وتروعها وتنضفها، وبعدين بقول لك ايه؟ كل اللي اقول لك لازم تعمله. ما تتعبش قلبك، فاهم؟ اتفضل اتفضل. ما تطلبنيش. اتفضل 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 اتفضل. هاتل يا معلم سفلوت، هاتل. انا اتم سيسه للمحل. انا اكتر واحد بحب المحل. حاس المحل امتخل السهاوي، حامينا وموكلنا العيش سخن. قول ولايا، حاس المحل امتخل السهاوي. عجبك كده يا معلم؟ حامينا وموكلنا العيش. شاطر يا واد يا واد شاطر. السيسه دي من خصوصيات، لو قلب ليها تاني انا هاتله على حنطول قفاه. اسلم اسلب يا معلم، اسلب ولع النار. اشرب اشرب نار يا داغر يا شهاوي، وبكره هسألك زي ما سقيتها لابويا الشحات. انت عنتر يا تأميزة. ايوه سفروت. تعال يا اخويا. حاضر يا مالي الدين. وادي كوزين. ايه سفروت، مالك مالك مكظم ليه؟ لا بس متضايق شوية يا عنتر. متضايق؟ طول ما عنتر تأميزة موجود ما تتضايقش أبدا. طب روح هات لي كوزينك. كوزين؟ كوزين ومحمدين. هتغني لي يا أخويا؟ أسف لوك. أنت ليه سحلان مني؟ علشان ما تجيت قيت حالك؟ انت حبيبي ومعلمي، ازاي يا طلبة؟
الطفلوت اوعى تزحل من اسكعنا الا من اهل سنانا سكعتك قلب ولو انك ما تلويس بوسه كده وتقعد زي الحمار طول النهار. خلاص يا عم. طب على سنة على ان انت مسح لها نسلب بوزه سوا. ما انا شربت اهو كمان. انا عميل عنتر تأميزة تحت الطلب. قلعتين فوصة للمحل مسفلوت. وعندك قرعتين للمعلم سفروت لزوم القرع. لا لسفلوت مش للقرع. لكن انت ايه اللي لمك على الشغلانه دي؟ انا حايس منك ختمه يا معلم سفلوت. تحت امرك. انا حايسك يا سفلوت تفطمني عن المعلم احواله. المعلم بتاعنا؟ المعلم بتاعنا ده كبير كبير قوي قوي قوي. والفلم عامل ايه الفلم؟ احواله ايه؟ تمام. انما سفلود دول بيقولوا ان الميسان فيه لعب. حقه اهو ده اللي ما فيهوش لعب. امال اللعب فين؟ اللعب بقى في التأمينات وفي الميات وفي ال في ال اسلب اسلب. يا عوض انت عايز ايه يا عوض؟ ايه تقصد ايه يعني؟ لا ما اقصدش اسلب. اسلب كمل القلعه كمل القلعه. انا اقصد بس ما تقول لي اقصد وما اقصدش. انا بتكلم واخد معاك. انا عايزك تفضفض على اللي في الفرن. انا جاي هنا في الفرن عشان اخدم المعلم ده علشان يلد عني. انا عايز اخدم المعلم داخل السهوة عشان يلد عني. فوق اسفلوت. شوف يا عوض، طول ما انا راضي عنك يا عوض المعلم هيرضى عنك. حلو يا سفلوت. خد خد كبده. مال يا سفلوت بقول لك ايه؟ ايه اللاكل الكبير اللي في الفرن ده؟ ايه وضعه ده؟ ايه ده؟ الراجل الكبير؟ ده عم صابر. ده راجل طيب طيب قوي 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 قوي. عليه حتة بيت تحل من على المشنق. كلا سفلوت تسلم عشان تفضفض. المعلم هيموت عليها. انا لما اقول لا يبقى لا. خلاص خلاص يا عم كاتريلا خلاص. هجيب لك منوع شباشب تشربه. شباشب؟ مين انت يا سفلوت اللي بيسلب بلاطيش ده؟ ده كاتانيلا وده بقى حكايته حكايه. مسفلوت. طب ما تغيبش عشان تلحق تودي بقيه العيش للمحلات والمطاعم. ربنا يخليك يا سفلوت يا معلم يا امير. يلا بسرعه. انت حبيبي يا سفلوت من ناحيه. يلا اخويا بسرعه شيل العيش. يلا خلي بالك. ما تتنخ عليا يا سفلوت. كيس منح ابقى اجيب لك الحس كل يوم. ما عنديش. خش يا خش. خش لك الخيل يا ست الكل. اللهم صل على النبي. حط عنك هناك. يلا هيبقى احلى صباح كميل لو انت تاخد الحس من ايدي. مش حوش كتروا لما بيتكلموا.